نحن لن يكون علينا ضرب ولن يمارس علينا ضرب. نحن خرجنا بأهداف ثابتة في الثورة السورية، وخرجنا لرفع الظلم والمعاناة عن شعبنا السوري، فأهداف ثورتنا واضحة. ولن الأخوة الأتراك لم يضغطوا على أي فصيل من الفصائل بهذا الاتجاه، فقد قررنا هو الذي سيكون. روسيا أمس قالت على لسان وزير خارجيتها أن القادة العسكريين المشاركين في الأستانة سيكون لهم دور مستقبلي في سوريا. هل تعتقد أن هذا التصريح للاستهلاك الإعلامي، أم أن روسيا جد بالضغط على النظام نحو حل يرضي جميع الأطراف؟ طبعا هذا كلام للاستهلاك المحلي فقط. سوريا والسوريين هم من سيكون، من يحددون من سيكون له الدور المستقبلي في سوريا. أعتقد أن روسيا صادقة في هذا المؤتمر كونها هو الضامن، لكن حقيقة نحن لا نعول على الروس في أي عملية لمصلحة الشعب السوري. هل هناك وعود بفتح ممرات أمنية لإيصال المساعدات للمحاصرين؟ طبعا، لأن مؤتمر الأستانة الذي سيعقد هناك في شروط، ومن ضمن هذه الشروط هي فتح ممرات آمنة وإنسانية للمحاصرين أو لكافة مناطق السورية، بالإضافة من ضمن مخرجات الأستانة أو شروط الأستانة إخراج الميليشيات الشيعية أو الميليشيات الخارجية بشكل عام. ما هي الخطوات التالية للاجتماع الأستانة وفي ظل تأكيد النظام مرارا على الخط الأحمر بالنسبة لبشار الأسد؟ فهل تتوقعون أن تشكل هذه النقطة عسرة في وجه أي حل؟ الأستانة هي بداية انطلاق، هي نقطة انطلاق إلى جنيف آخر. سيكون من بعد الأستانة هناك جنيف آخر هو بداية الحل السياسي في سوريا. بالنسبة لروسيا، هل يوجد ثقة من الجانب الروسي الذي يعتبر أحد أهم الداعمين لقوات النظام، وهو أيضا يعتبر راعي اجتماع أستانا بما يخص المفاوضات، لا سيما أن الروس لم يستطيعوا أن يضبطوا تصرفات الميليشيات التابعة لقوات النظام، وهذا ما بدا حين خروج الثوار والمدنيين من حلب؟ نحن نعلم تماما أن النظام وإيران لا تسعى لهذا الحل السياسي، وستعمل على إفشال الحل السياسي وعلى إفشال مؤتمر أستانا، لكن الروس نحن هم الضامنين لهذا المؤتمر. نحن ليس لنا ثقة كبيرة في الروس، لكن الروس هم الضامنين للنظام. لطالما معنا الحكومة التركية وهي الضامنة لهذا المؤتمر، وهي من طرف الثورة السورية واحتضنت الثورة السورية 6 سنوات، أعتقد أنه سيكون هناك حل. كيف تمت آلية التوافق بين الفصائل على حضور المؤتمر؟ وهل هناك فصائل ستلتحق ربما بحضور المؤتمر، ومن هي؟ طبعا تم اختيار الفصائل العاملة على الأرض، سواء كانت في درع الفرات أو في سوريا بشكل عام، الفصائل الكبرى التي لها وجود على الأرض، وتم استدعائهم إلى أنقرة، ومن خلال تواجدنا في أنقرة تم التوافق على بعض الفصائل التي سيكون لها ممثلين بالحضور إلى مؤتمر أنقرة الأستانة. هل هناك فصائل لم تحضر، وما هي الأسباب؟ طبعا هناك فصائل لن تحضر، لكن أسبابها أسباب خاصة. نحن لن نصرح بأسماء هذه الفصائل، فهي تعرف أنفسها بشكل جيد. ما مدى التنسيق بينكم وبين المعارضة السياسية؟ بداية ليس كل عمل قد نتفق نحن والمعارضة السياسية، لكن المعارضة السياسية لابد أن تكون هي المظلة للجيش السوري الحر، ونحن سيشارك معنا الأخوة في أعضاء الائتلاف في المؤتمر الأستانة كممثلين عن الشعب السوري وكممثلين عن بعض الشرائح السياسية. ختاما، ما هو المتوقع من خلال هذا المؤتمر، وفي حال فشل المؤتمر ما مصير العمليات العسكرية على الأرض؟ نحن شعارنا قبل الذهاب إلى الأستانة وبعد الذهاب إلى الأستانة التفاوض ويدنا على الزنا. نحن مستمرين في عملنا العسكرية إلى أن يتوقف النظام عن خروقه لهذه الهدنة المتفق عليها مسبقا هي بالأساس يعني. فإن كان مؤتمر الأستانة ونجح مؤتمر الأستانة فنحن معه، وإن لم ينجح فنحن متابعين في قتالنا ضد النظام.